وخرو ما كيقول لهم عندي لي ديسكور انا كنت شفتهم بلا ما نعاودهم لكم، عنده لي ديسكور ديالو لي ديسكور بريزيدونسيال كيقول لهم المغرب تخلى علينا. بينما احمد منصور الجزيره سول بن بلة، سول بن بلة قال ليه لا لا يرحم فيه شي عظم، قال ليه الملك المغرب من ملك المغرب، قال له يا اخي انا مشيت عند الملك محمد الخامس ودير واحد اللائحه في جيبي ديال المتطلبات ديال المقاومه، شنو غادي يعطينا، شنو يدير معنا، شنو يدير معنا، عطاوها لي الخاوه، عطاوها لي القاده ديال الجزائر، باغي يعطيها ليه. كيدخل قال لي كيدخل عند محمد الخامس بقى كيقول لي ندير لكم هادي ونعطيكم هادي ونعطيكم الاسلحه ونعطيكم مامر ونعطيكم كذا ونعطيكم الحمايه ونعطيكم هادي، بقى قال لي كيبقى يقول لي اللائحه، بقى كيقول لي المساعدات اللي غادي يقدم ليا، وقال لي سير دخل ليه وخذ لي عجبك. قال ليهم قال احمد منصور هذا بن بلة، قال لي انا حشمت نجبد ليه ديك الورقه اللي كاتب فيها شنو باغي المقاومه، حشمت انا. قال لي خليت الورقه في جيبي ومشيت عند الخوت قلت لهم راه محمد الخامس راه معاكم يساعدكم فاش هو كان. وحنا كنهضروا بالدليل، كنهضروا بالدليل، عندنا شرائط، عندنا دي فيديو، عندنا صور، عندنا مخططات، عندنا تاريخ، عندنا المغرب ساعد الجزائر ماشي بالهضري، ساعد الجزائر. والجزائر شنو قررت ولادها في المقرر الدراسي، واللي دخلوا واللي دخلوا الشيك راهم كيقولوا دابا في الاعلام، كنا صغار كيقول لك غراس الجيري بفضل الجزائر استقلت المغرب واستقلت تونس، لان شدت المقاومه على فرنسا وكانت مضطره للتخلي على 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 تونس والجزائر والمغرب لتركز الدفاع على المحافظه على على الجزائر. وطلقوا واحد المقوله واحد الكذبه بحال ديال الامير عبد القادر، قالوا حق الجنرال ديكول قال لهم الجيري سيت ان بيجون وي بول il faut jeter les ailes et garder la poitrine et le cœur. زعما لي زال هما المغرب وكل شيء، ولكن ما عرفوش قالوا هذا المثال، ولكن ما عرفوش قضيه ان غراس او زال كو تير كو 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 لي زوازو فول، لي زال هما اللي مهمين، لكن عندك غير لو كور بلا لي زال ما كتسوى والو، بحال الجزائر دابا عندها امتدادات وصحراء كبيره ما عرفوش تسواها، ان غرو فونت كي نسرى فيها كوم ان اتليت كي في لو غرو فونت اي نو بلي كورير عاقل ماشي. إذا الحال هذا الهضره اللي كنقولوها راني ما كنهضرها حتى نجاوب على هذوك اللي كينشروا المغالطات، وهذا في المقرر الدراسي كيقريوهم على انه الجزائر هي اللي حررت بينما المغرب هي التي ساهمت 90% في تحرير، حتى تونس لعبت دور مهم في تحرير الجزائر.